الاول لمراسلنا محمد توفيق مراسل قناة الاهلي من فندق الاقامة، نطمن منه على اخر الاجواء قبل الذهاب لملعب المباراة، ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، والجمهور النادي الاهلي الحبيب في جميع ارجاء العالم. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه الاهلي والهلال السوداني في اطار الجوله الختاميه لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يعني اقل من ساعتين وهتنطلق المباراه. كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه صعبه تحدد عليها باذن الله مصير الصعود، وباذن الله النادي الاهلي يصعد للدور الثاني دور الثمانيه، وباذن الله نقترب خطوه كبيره جدا من الاميره الافريقيه واللقب المفضل لكل جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي استعد لهذه المباراه بشكل اكثر من رائع، خاصه بعد العوده من الاجازه. يمكن الفريق حصل عليهم واحد اجازه كان يوم الثلاثاء، الفريق رجع ثاني، وكان اهم حاجه كانت كمان من عوده الدوليين يوم الاربعاء، سواء اللي كانوا بيلعبوا في منتخب مصر، ومن يوم الخميس كمان كان كل اللاعبين المحترفين موجودين في صفوف الفريق. يمكن اهم ما يميز استعداد الفريق هو كثره المحاضرات اللي عقدها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كول، سواء المحاضرات النظريه او كمان محاضرات الفيديو اللي اتكلم فيها مع اللاعبين عن اهم نقاط القوه والضعف في فريق الهلال السوداني، وكمان تحليل اداء لجميع اللاعبين النادي الاهلي واهم ما يميز هذه المباراه. باذن الله يكون كل الاستعدادات بشكل تام، وباذن الله يتم تنفيذ كل اللي طلبه الجهاز الفني خلال سير المباراه، وباذن الله التوفيق والفوز يكون من نصيب النادي الاهلي والتاهل للدور الثاني. يمكن بقى خلينا اكلمك عن برنامج الفريق في فندق الاقامه اليوم. الفريق يمكن كان في فتره الاكتيفيشن اللي متعودين فيها على طول مع مستر مارسيل كولر، كانت فقره مشي النهارده في تمام الثالثه عصرا، الافطار كان في تمام السادسه والربع، والمحاضره الفنيه كانت في تمام السابعه الا الربع. يمكن بقى فيما يخص التغذيه خاصه في رمضان، اتكلمت مع دكتور ايهاب علي استشاري التغذيه العلاجيه وتغذيه الرياضيين والمسؤول عن تغذيه فريق النادي الاهلي. اتكلمت معاه، قال يمكن اول على طول في عوده الفريق للتدريبات ثاني يوم رمضان كان في قياسات لجميع اللاعبين، وطبقا لهذه القياسات وقراءات الجي بي اس الخاص باللاعبين اثناء التدريبات، تم وضع برنامج غذائي لكل اللاعبين، كل لعيب على حسب معدلات جري ومعدلات حرق، وكل لعيب بقى البرنامج بتاعه معاه سواء في ايام المباراه او المعسكرات او كمان في الايام العاديه في برنامج خاص لكل اللاعبين. الافطار كمان يمكن هيكون على مرحلتين، كان على مرحلتين النهارده، مرحله كانت على طول فور اذان المغرب، كانت يعني اللاعبين تناولوا بعض الفواكه المجففه والحليب الساخن، ومن بعدها كانت صلاه المغرب، ومن بعدها كانت الوجبه العاديه اللي طبعا وضعها الجهاز الطبي والدكتور التغذيه بالتنسيق فيما بينهم مع الجهاز الفني. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله كل مجهود سواء الجهاز الفني او اللاعبين او الاجهزه المعاونه كله ان شاء الله يتوج بالفوز النهارده والصعود للدور الثاني. كمان يمكن كابتن محمود الخطيب نتمنى له كلنا الشفاء، يمكن ما كانش موجود في الاستعداد الاخيره زي ما متعودين دايما مع اللاعبين، ولكن ان شاء الله نتمنى له جميعا الشفاء، ويكون النهارده الفوز والصعود لدور الثمانيه هو هديه الفريق للكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله يعود قريبا ينور كل ارجاء النادي الاهلي ويرجع كل محبيه من كل جماهير الكره المصريه. كمان عاوز اتكلم مع كابتن ايمن وشيد بجمهور النادي الاهلي، يمكن بنتابع منذ صباح الباكر وحتى الان عبر وسائل السوشيال ميديا منظر اكثر من رائع، ومع يعني سيمفونيه عظيمه بيعزفها جمهور النادي الاهلي بتواجده مبكرا، ويمكن جمهور وافد من كل المحافظات. دايما جمهور النادي الاهلي عند الميعاد ودايما عند حسن الظن، ودايما دورهم المعهود ان شاء الله النهارده يكونوا اللاعب رقم واحد، ويكون كل عناصر التوفيق مع النادي الاهلي، وباذن الله رب العالمين تحقيق 3 نقاط، الصعود للدور التالي، والاقتراب خطوه كبيره جدا من اللقب الافريقي المفضل لكل جماهير النادي الاهلي. يا رب التوفيق للنادي الاهلي، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كلمه الكابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. الحمد لله الاجواء مثاليه، شفنا في عيون اللعيبه والجهاز الفني تركيز وفي نوع من التفاؤل. ان شاء الله ان شاء الله فوز النهارده يكون من نصيب النادي الاهلي، وهو يبقى الفوز اللي يضمن تاهل النادي الاهلي.